توقعاتك مين بطل كاس مصر؟ باذن الله باذن الله باذن الله يا رب نادي الزمالك. يعني انا املي في ربنا ان بس الماتش ده بتاع الزمالك واسوان يعدي على خير ونكسبه، وساعتها بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس انا يعني املي في ربنا كبير ان الزمالك يكسب. بس النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعني دلوقتي طبعا طالع من نشوه ان هو كسب 2 دوري ابطال افريقيا، غير كمان ان هو خد دوري السنه اللي فاتت وخد كاس مصر في ظل ظروف صعبه، ودخل في طبعا كاس العالم للانديه وخد مركز كويس جدا بالنسبه لنا احنا، مع ان الاهلي كان يستاهل اكتر الصراحه، وكان المفروض يقابل بايرن ميونخ في النهائي. بس يعني انا ما اعرفش احنا بنتبع السياسه بتاعت او احنا بنمشي ورا سياسه اللي هو الشرف وخلاص، يعني مركز شرفي وخلاص. وطبعا بعد كده دخل في كاس سوبر افريقي والحمد لله خدها. يعني بالنسبه للاهلي ان شاء الله باذن الله هيكسب انبي وهيكمل عادي مفيش مشكله، ولو يعني لا قدر الله قابل الزمالك فان شاء الله لا يكسب. والصفقات الجديده اللي انا متوقع ان هي هتظهر كويس قوي، جناح الاهلي الجديد بيرسي تاو، وان شاء الله باذن الله يعني حسام حسن برضه. هو اللي انا شايفه ان هو بيرسي تاو عشان هو لعب في الدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم، فانا شايفه ان هو يعني هيفرق مع الاهلي جدا 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 يعني. وشايف برضه مكسوماني اللي هو كان بيلعب في صن داونز اللي هو جاب فينا الجون في سيمبا الدنزاني، وهو جاب فينا الجون اللي هو راح جاي لافف كده مره واحده وراح جاي ايه جاب فينا الجون. فانا شايف يعني ان الصفقتين دول هيبقى اكتر صفقتين، وغير كده كريم فؤاد في الجبهه اليمين هيبقى يعني ايه هيدعمنا يعني اكتر ان شاء الله الاهلي باذن الله الاهلي عشان يعوض طبعا خساره الدوري اللي خسر طبعا. ومناسبه التحكيم وبنتكلم يعني عشان نتكلم على التحكيم، هو الدوري خلاص خدوا الزمالك، مبروك للزمالك عليه الدوري، ان شاء الله الكاس باذن الله بتاع الاهلي. الاهلي طبعا الاهلي جايب صفقات جميله وما شاء الله والفرقه حلوه، وجايب بيرستا وجايب حسام حسن وجايب يعني جايب شويه لعيبه بصراحه جمال جدا وهيضيفوا كتير. والاهلي انتظر الاهلي الموسم الجاي. الاهلي يعني عمار و مين تاني؟ وحسام حسن وكريم فؤاد. ان شاء الله نادي الزمالك هيلعب قبل النهائي مع اسوان، فريق هابط طبعا، فطبعا مفيش طموح لهم او فرص ان هم يصعدوا النهائي، فهيبقوا الامور هابطه عندهم. ان شاء الله الزمالك يصعد النهائي، اما لسه الخصم اللي هو النادي الاهلي هيبقى لسه هيلعب دور 16 ثم دور 8، والزمالك هيلعب قبل النهائي على طول، فان شاء الله الزمالك يعني طبيعي ان شاء الله. بقى هو صفقات الاهلي اقوى طبعا، الزمالك محتبر ما جابش صفقات، هو عمر كمال بس وشبانه مدافع طبعا، خط الدفاع الزمالك قوي، اما بالنسبه للاطراف هي اللي محتاجه دعم شويه. عوده اوناجم ده هتفرق طبعا، مصطفى فتحي لو في مستواه طبعا هتفرق، الدعم بقى الكامل من جمهور الزمالك لشيكابالا دي حاجه اكيد يعني.